بسم الله الرحمن الرحيم. معالي رئيس المؤتمر، أصحاب المعالي، الوزراء ورؤساء الوفود، معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، السيدات والسادة أعضاء الوفود والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أعبر عن شكري وتقديري لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستضافتها الكريمة لهذا المؤتمر وحفاوة الاستقبال، وإنه لمن دواعي سروري أن أشارك اليوم في أعمال هذا المؤتمر الهام. لا يخفى عليكم أن قطاع الاتصالات محور أساسي في دفع عجلة النمو والازدهار في كافة دول العالم، ولكي نحقق أهداف التنمية المستدامة فإن من الضروري أن نصل إلى رؤى مشتركة لقطاع الاتصالات وخدماته. وفي هذا السياق فإن من الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر تأكيد الرؤية التي أرساها الاتحاد الدولي للاتصالات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2020، والذي يضع على عاتقنا كدول أعضاء مباشرة العمل على تحقيق الأهداف الأساسية لهذه الرؤية الشاملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويسرني أن أشارككم اليوم الجوانب الأساسية من مساهمة مملكة البحرين المستمرة في تحقيق هذه الرؤية. فقد دابت حكومة مملكة البحرين منذ عام 2002 على تنمية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطويره ليصبح داعماً رئيسياً لنمو وتنوع اقتصاد مملكة البحرين وتحقيق الأهداف الاجتماعية. وأولت الحكومة اهتماماً للمبادرات الساعية لتطوير هذا القطاع، وأرست الرؤية الاستراتيجية الواضحة لتحرير وتنظيم قطاع الاتصالات وزيادة تنافسيته وتأكيد دور هيئة تنظيم الاتصالات كجهة منظمة مستقلة لهذا القطاع، وهو ما يعزز ريادة مملكة البحرين بقطاع الاتصالات وتبوؤها لمراكز متقدمة بحسب المؤشرات الدولية العالمية. وتتويجاً لهذه الجهود، فإن مملكة البحرين قد حققت معظم الأهداف والنسب المتضمنة بأجندة كونكت 2020، ومن أبرزها إحراز المركز الثاني عشر دولياً في نسبة انتشار خدمة الهواتف المتنقلة بنسبة تصل إلى 158%، والمركز الخامس دولياً في نسبة انتشار خدمة النطاق العريض المتنقلة بنسبة تتجاوز 147%، والثالثة دولياً في نسبة استخدام الإنترنت بنسبة 98%، وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمي الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في أكتوبر 2018. وكذلك أحرزت مملكة البحرين المركز الأول عربياً والحادي والثلاثين عالمياً في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IDI حسب تقرير قياس مجتمع المعلومات لعام 2017 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. كما أحرزت المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات التابع لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية EGDI حسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الصادر في يوليو 2018. وبحسب إحصائيات عام 2017 فقد بلغ نمو عائدات القطاع ما يفوق 40% في الفترة ما بين 2008 و 2017، حيث يساهم القطاع بما يقارب ب 4% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ومما لا شك فيه أن مملكة البحرين تمضي قدماً لجعل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قطاعاً قادراً على الاستجابة الفاعلة والتكيف مع وتيرة التطورات التقنية المتسارعة. فقد بدأ العمل منذ عام من مايو 2016 على تطوير الشبكة الوطنية للنطاق العريض فائقة السرعة لكي تصل إلى 95% من المساكن و100% من العملاء في القطاع الخاص والمؤسسات التجارية مع نهاية 2019. وتسعى مملكة البحرين لتشجيع الاستثمار والتنافس المستدام في الكابلات الدولية لضمان أفضل خدمات بأسعار معقولة وتنافسية، وذلك من خلال إزالة العوائق وتوفير بيئة استثمارية داعمة ومفتوحة لتشمل جميع مستويات تقديم الخدمات بما في ذلك خدمات البنية التحتية وخدمات التجزئة. كما يتم الاستعداد في المملكة لتوفير خدمات الجيل الخامس وتشجيع الابتكار وتوفير الخدمات الجديدة كإنترنت الأشياء، حيث يتم إزالة المعوقات والمشاركة مع القطاع الخاص للحرص على أن تكون المملكة في مصاف الدول الريادية في هذا المجال. ويأتي ذلك إيماناً من حكومة مملكة البحرين بضرورة تطوير البنية التحتية وضمان جاهزيتها بالتعاون الإقليمي والدولي في ظل التطور المتنامي للاقتصاد الرقمي محلياً ودولياً،
ودعما لأهداف أجندة الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2020. السيد الرئيس، لكم منا ومن وفد مملكة البحرين أصدق التحيات والتقدير، ونتمنى لكم مؤتمر ناجح بنتائج مثمرة وموفقة تحت قيادتكم الحكيمة، ونؤكد على حرص وفد مملكة البحرين على العمل على نجاح المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.